السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أم هناء من قناة كل شيء في منزلي. اليوم حنعطي لكم يعني من نشرح ندير لكم فيديو على النباتات ولا على أي حاجة زعما الزريعة ولا. اليوم نخرج عن الموضوع شوية، بغيت باش نهنيكم بعام جديد إن شاء الله، كل عام وأنتم بخير، والأمة الجزائرية والإسلامية وكل متتبعين قناتي إن شاء الله، نتمنى لهم خير والسعادة العام هذا جديد، واللي هم يشجعوا فيا كما وليدي بنتي هم يشجعوا فيا، هما اللي خلوني حليت هذا القناة، وحتى اللي راهم يتبعوا فيا ويحبوا قناتي ثاني. نتمنى نبعث نعطيكم يعني هدية مني، نعطيكم هذه الوردات إن شاء الله تكونوا دائما كل ورد ما تذبالوش، بصحة والهنا والسعادة إن شاء الله. اللي عنده أمنية يتمناها إن شاء الله ربي يوفقه ويحققها له، واللي مريض ربي يشفيه، واللي بصحته ربي يخليها له، واللي يقرأ ربي ينجحه إن شاء الله. كل محبين قناتي وحتى الأمة الجزائرية كامل، وما ننساش أمي الحنونة، نتمنى لها إن شاء الله الشفاء العاجل، ونهدي لكم هذا كامل هذه كاع محبين قناتي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.